ربي، ليش عملت فيني هيك أنا وكلب؟ شو عملت لك؟ ليك أنا مستحيل أقدر سامحك هلأ. بدك يعني أبكي؟ ليك يا منى، أنا آسف. خدي هي، خدي من إيدي ولات عندي بقى. بهالطريقة أكيد رح يخف الحد، ما هيك؟ ليه عم تعمل فيني هيك؟ أنا شو عملت لك؟ شو هالحكي هذا؟ أنا عم قول شي غلط؟ ليش عم تحرجني؟ وأنت قصداً خليتني أكل العدس الحد قدامهم، والله قصداً. بس أنت اللي عم تحرجيني يا منى. أنا؟ وليش بقى؟ وعم تسألي؟ من الصبح أنا ما بعرف شو بكي، وطول الوقت معندي كأنك قاعدة عم تحكي مع حدا غريب. أنا ما تغيرت أبداً، أنت اللي تغيرتي، أنا لساتني نفسه الأجدب. لا لا، أنا ما بقدر نادي لك الأجدب بنوم. ليش بقى؟ شو يلي صار؟ شو اللي صار؟ من بعد مبارح ما عاد أقدر أقول لك أجدب. بفهم إنه كل هالتغييرات هي من ليلة مبارح، ما؟ هذا بيعني إنه بعد هالليلة هي كل شي رح يرجع طبيعي، ما هيك؟ شو هاد؟ هذا يعني أنا كلب، أنا كلب، اتركني. لا يا منى، لا مو هلا. طيب خليني أقوم. خلص روح، استني شوي وبعدين قومي. معلش أنا كلب، لازم أتحمم هلا، أمك متعصب. خلص بقى نامي منى شوي. أنا كلب روح. أنا أمي. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. منى وين منى؟ صار وقت الصلاة مشان تجي معنا. طولتي بالنوم، ما في مشكلة، حاولي تتحممي على السريع، صار وقت الصلاة.